واحنا قلنا دايما كابتن الحكم عندما يفتقد الشخصيه يفتقد كل شيء تماما، يفتقد العقوبات الانضباطيه، يفتقد القرارات الفنيه، يفتقد السيطره على اداره المباراه. لما يكون هذا الحكم في البدايه هو سمح بالتشابك ما بين اللاعبين ولم يشهر البطاقه الصفراء، يعني خلينا نقول ان اول حدث لما حصل تشابك ما بين اللاعبين، هو هنا النهارده بنقول للحكم، احنا بنقول له ايه؟ في حال التشابك لابد انك انت تطلع كارت. لابد لازم طالما رحت وفي تشابك لابد انك انت تشهر البطاقه الصفراء حتى للاعب من هنا او لاعب من هنا، دي حاجه. الحاجه الثانيه بنتكلم في الشخصيه التحكيميه. اقدر ادي كابتن علاء وانت كنت مدرب وكابتن احمد كان لاعب وكابتن ماهر مدرب واسامه عربي مدرب وكلنا عارفين تقدر تدي اللاعب كل حاجه، تدي له فنيات، تدي له لياقه، تدي له تحرك، تدي له توقع. ابدا شخصيه اللاعب، شخصيه الحكم، هي دي المشكله النهارده. نضاي يفتقد الشخصيه التحكيميه اللي النهارده للاسف الشديد مباراه سهله جدا جدا جدا، خلي بالك لعيبه النادي الاهلي النهارده ملتزمين جدا، وخلي بالك لعيبه المريخ ملتزمين جدا. انت عاوز اكتر من كده ايه؟ مفيش جمهور، مفيش ضغوط، المنطقه الفنيه بره ناس هاديه، يعني النادي الاهلي النهارده حتى لو ليه حاجه او المريخ ليه حاجه ما بيعترضش. ايه الضغوط اللي عليك كحكم وانت رايح كاس عالم؟ للاسف الشديد النهارده لم يقدم المردود اللي هو المفروض يقدمه. يمكن انا عندي حاله تلخص الكلام ده كله كابتن علاء، اللي هنشوف الحاله اللي هي موجوده معانا قبل ما نخش في العقوبات وانت بتاعي كابتن احمد او هنا. احنا دايما بنقول حكامنا ايه؟ لابد انك انت في حال تشابك عندك ثلاث قرارات تعملهم، يا اما تروح قبل الحدث يا كابتن احمد، قبل الحدث خالص، يعني اول ما اللاعب يحصل فاول وهتحس ان اللاعب هيقوم وهيضرب اوصل بسرعه سبرنت، افصل خلاص، انت كده حليت المشكله، حليت المشكله، ما فيش انت في غنى انك تطلع كارت احمر هنا او هنا. هو هنا راح في امتى؟ راح بعد ما اللعيبه وصلت المرحله ديت. هذه المرحله طبعا انت كحكم ما تقدرش تخش بين اللاعبين لانك انت هتخش ممكن تبقى في مشكله بالنسبه لك. لم يتخذ القرار، ودي اول حاله شخصيه الحكم. هنا بيبان شخصيه الحكم، هنا كان لابد النهارده على الاقل بطاقه صفراء هنا وهنا. تعال نروح للحاله اللي بعد كده. هذا المنظر لما يكون في حكم في كاس عالم في فريقين، اعتقد التزام الفريقين والسلوك الطيب لما يحدث هذا الكلام وينزل الامن بسبب الحكم برضك، هو الحكم ايضا هو اللي وصل اللاعبين، وطر اللاعبين داخل ميدان اللعب. انا بعيد عن الشخصيه التحكيميه بتكلم في حاجات كثيره جدا. هو ايه اللي حصل النهارده يا كابتن؟ اخطاء فنيه فادحه سواء في القرارات الفنيه او العقوبات الانضباطيه، عندنا هنا وهنا، هنا وهنا، يفتقد تماما للكروت، امتى ادي احمر وامتى ادي اصفر سواء للاعب النادي الاهلي او لاعبي المريخ. يبقى انا بتكلم نمره واحد شخصيه تحكيميه مش موجود، نمره اثنين القدره على اداره المباراه والسيطره عليها للاسف الشديد مش موجود، نمره ثلاثه القرارات الفنيه مفيش، العقوبات الانضباطيه مفيش، انت جاي النهارده تعمل ايه؟ للاسف وده حكم مرشح لكاس العالم. انا بقول الكلام ده ليه؟ للاسف لما نشوف الحكم ده رايح كاس عالم وانا عندي حكام دوري النهارده كابتن علاء قاعدين للاسف الشديد حاجه يعني انا زعلان جدا وحزين. انا بقول في النهايه هو قراراته التحكيميه كانت على الكل، ان كان هنا في بطاقه او هنا في بطاقه، فعلا في بطاقه هنا تستحق وفي بطاقه هنا تستحق، ولكن بشكل عام هو يعني يفتقد لي ابسط الامور التحكيميه كابتن ايمن، اللي هو يعني حرام النهارده ان يبقى ما جيت النهارده في كاس العالم بملك في كاس العالم، بكاري في كاس العالم، جان جاك في كاس العالم، مصطفى غربال ورضوان جيد، وانا النهارده عندي حكامي كلها قاعده ما حدش فيهم. اتمنى ليه المسؤولين ان احنا نقف كابتن اسامه مع حكامنا كابتن احمد، مش هيوصل حكم ابدا الا بالدعم والمسانده، ودي كان تقييمي ديت بس مثل، لان احنا حكامنا مظلومين في عدم التواجد في كاس عالم 22. صحيح، بنقول الكل يجب ان يكون ساند وداعم ليهم، واحنا من خلال قناه النادي الاهلي النهارده بنقول احنا داعمين لحكامنا، لان ده شرف وحدث كبير لحكامنا يتواجدوا في كاس العالم في مش 22 اللي جاي 26. بشكل عام حكم النهارده افتقد لكثير من القدره الفنيه والبدنيه والشخصيه التحكيميه، ويعني اتمنى ان هو يطور من ادائه في المباريات القادمه، واتمنى ايضا ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه باذن الله.